اديتها ولا ايه؟ انا معاكم يا ولد الهبله. معايا الاسانسير بتاع الخاص، هي في الشارع على الحيطه. مرحبا يا رفاق، يتحدث معكم الآن الرجل الخفاش من وسط مدينة جوثام سيتي. أهلا، يعني وأنا جربتها بالتسجيل ده، شغالة حلو، صح. نفسي ألعبها، هي ليها جزئين، تبقى سلسلة جديدة برضه في القناة، زوق جديد هنا بقى، بس دي باتمان بقى، ونختار أزرق. احمر اصفر احمر احلى. معاك لايك سبسكرايب، تمام. نوصل قبل العيد وامتحانات وامتحاناتي كده، نزيد شويه مستكين ونتابعك معاك. لو احنا رجعنا ليه تاني مشترك كل سنتين ضوئيين كده، ما زدتش بقى كتير دي كده. يلا مستر يا رب، عشان دي باتمان يعني كلها اكشن. بروس وين؟ اللعبة بالعربي، بس هي اللي عايز يلعبها يعني هي مفيهاش عربي جواها، يعني انت لازم تحول لغة الموبايل كلها، اي لغة انت عاملها بقى، لعربي عشان تتعمل يعني. غريبة بس معرفش ازاي. بدأت المدينة الساعة 8:30 مساء. اللعبة بتتكيف على حسب لغة الجهاز اللي نازل عليه. ما شاء الله، من أولها هيد شوت تبقى كده بداية سخنة. أيوة سيتي أوف جوثام، بداية المدينة. الرشاشات انتوا ماسكينها دي يا جماعة، في من أولها كده ده لسه بنسم. اوكي ايوه، ايه على ده؟ كيف عشان اعلق غيره؟ انا انت عارف امتى يا جماعه؟ قولوا لي كده، عشان ده في ناس ابتدت وفي ناس هتبتدي. انا اول امتحان عندي يوم 19، يعني مجموعة الفيديوهات اللي هتنزل قبل اليوم ده تبقى اخر فيديوهات. اقابلكوا بقى يعني بعد ما اخلص يدولي والنبي ولا اي حاجة. الدليفري بيسلم عليك، بس اسانسير جاي لك ان شاء الله اصعب من ذا فلاش. باك اب مين؟ بص انت هتلوم هما يعني، لكن انا مش محتاج. الحمد لله. Send 3 home in an ambulance. The rest in body bags. I wanted to tell you. انا لك واحدة لون ابيض، ايه رايك؟ حيوانات. انت هتشوف الحيوان ده هيعمل فيك ايه دلوقتي؟ استنى بس. خليك تصوت والنبي. يلا عم بات. يلا بابا. المشكلة دي اسلوبها مختلف عن ذوق جدا شوية، بس سهم كده وخلاص. لا دي ضغطة تعمل الشاشة بتاع. ايوه اصور قلتلك فخامة يا ابني والنعمة، فخم يا ابني في نفسك كده. الفخامة دي كاريزما. انت لسه ده الواحدة طيعة بنية، البنية بتاعته جامدة حبتين تلاتة، بالبدلة هو لابسها دي. الصوت عالي صح؟ طيب. The hell did he go? Whatever got in, don't let it get out. ده انا ولا انتوا؟
انتوا بتتكلموا عن مين بالظبط يا جماعة؟ مش متأكد بصراحة. لو صوتوا 100% مش هتخرجوا من المكان ده، عايشين أوقاتكم يعني. استهدى بالله كده. لقطة خاطفة. تعال تعال بص، الفضول يا ما موت. هو مات صح؟ مات اهو، ما بيتحركش. تعالى راح تفكه. تعالى بقى قعدك جنبه، ما تقلقش. انت بتصوت كده ليه؟ وقف اسانسير. بتتضرب مين انت؟ نفسي افهم يعني. استنى عشاء بالله. ايوه قنبلة بسيطة بتعمل دخان بس، اللون الأحمر برضه فخامة يا جماعة. طب اللعبة كويسة أوي، برنامج التعذيب. استنى ملحقتش. أيوه الحمد لله. هو كده كده بيعمل يعني الحركة لو أنا، بس أنا بكسب. علمت الباتمان دي بتتملي مش عارف ليه. طب ايه بالظبط بتتملي؟ بتاعت سبايدر مان كان كان بياخد منهم الأسلحة بالشبك بتاعه. مش واحد من أثاره والتاني من رجله ومش عارف. تعال 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 كمان كمان. خد ما لحقتش وربنا. ثواني طب صار يعني بطأ شوية سرعتك. حلو خلينا نلحق. ايوه ايه؟ لا مش وقت لف. مش لاحق. وحياة النبي والنبي والنبي والنبي. ثواني ثواني والنبي ولاعي. بخسر بخسر. خد بقى عشان انت زهقتني وخسرتني. ودي مني دي. الفك اتكسر وتقريبا السنان مفيش سن راكبة في مكانها يعني. يا عيني يا ابني معلش. بص علاجك عندي والله. الواد بروس ده غني اساسا في الحقيقة يعني. يا مرحبا كات وومن. ايه تخفيل؟ ما لحقتش مش راضي يستغيب. تروح فين؟ بت؟ انت يا ولية؟ استنى طيب. ايه ده؟ لا انا عاوز الجزء. طيب حلو والله. طب معاك حاجة طيب تعليتها ولا ايه؟ انا معاكو يا ولد الهبلة. معايا الاسانسير بتاعي الخاص. هي في الشارع على الحيطة وانا طايف في الهواء. يلا كل واحد بقى اجهزته برضه. ده لسه الجوكر ولسه الولاية المجنونة اللي بتحبه دي. بس تهيألي على حسب ما اتذكر الجوكر في الجزء التاني من اللعبة. Without a scratch. So far. That doesn't belong to you.
انت عملت ايه بالظبط؟ يعني دوست على ايه؟ ده مش شايف حاجه. Cut the shit. The law. Don't tell me that's why you do all this. Squeeze into a suit, tie on a cape. Gotham needs a hero. Someone to hunt down people like you. So that makes me what? أزيتها شوية طيب إن شاء Sounds fun. اللي بعد بقى عن The Walking Dead والزومبي نفس الحاجات الأكشن والاتنين مترجمين عربي تهيألي. Tonight. حسب ما تفكر. Don't you know not to corner a wild animal? It's dangerous. Then let's put you in a cage. Bring it, bat. جاي. أخاف يعني ولا إيه؟ تعالي حق يلا خناقة. مرحبا ثواني ثواني ثواني. انت ايه الصورة اللي انتوا فيها دي؟ الحمد لله. ده ايه ده؟ سألي بيتك تعالي بقى كم اشمعنى بتبطل الوقت فيها يعني؟ قصدت انا بطلها نفس البنية ورا ايه وعذبها ده ده بالبنية يا بنت ما ينفعش. صحفة صحفتي صحفتي ايه دلوقتي؟ ايوه السلو موشن اللي احنا فيه ده مش عارف كانت محتاجة الرمية دي. اوعى وشك اوعى وشك. الاسانسير بتاعها الواد بس اتمرمط حرفيا يعني. تعالي أسلحة أحسن برضو بيجيبك من على مسافات. أيوة اللي هيحصل شرطة سلم نفسك أنا معاك والنعمة معاك جوردون فاكرك أنت. أه بس فاكر بس الجهاز فرصة دي بطأت لي اللعبة. أيوة قوة باتمان بقى. أيوة الجهاز بسرعة خلعته بالجراب رمى هناك. روح خد يا جوردون جوردون اوعى تسيبه النبي. مش عارف والله يا ابني شيت. ايه يا ابني هو مش قال لك ما تضربش انت حمار يلا ما قال ما تنفذ الامر يخرب بيتك البيت. بسرعه بسرعه اجري معلش اجري بدلتك غير ما تحماكش من اي حاجه اما الخواصات بس البس واقم الرصاص وخلاص يا عم وخلاص. ايوه ساعه كهربائي انت بتجيب الهدف كده ازاي؟ نفسي افهم. ما
باتمان بيطير أول مرة أعرف الصراحة. إلى اللانهائية وما بعدها. الجهاز بتاعها صوت بينفع برضه. شاطر ياض، الحق بقى دوك. ايوه سكنا دي ربع ساعة. هو ايه القطر بيتحرك بالعكس ده ولا انا متهيألي ولا ايه؟ جريد القطر. ايه ده شفنا وشها. انا Not sure if it was for my sake or yours. Don't struggle or you'll fall. Oh, but that's what you crave. The struggle. I know men like you. في حاجة. Bye, Bat. أي؟ يا بنت ال... وشي. وشي. الواد بروس ما عندوش غير إلا وشه أساسا. جاز فوق صح؟ جاز جاز يا بتل غفرتك في الجهاز يا وط غفرتك. يا مات يا بتل تعمر لي كده انت خفاش يعني المفروض تطير وازحك شوية. تاذا امسك البيتهوفن دي مش عارف. طب خش في اللي بعده واخلص. مش هنقعد نسمع موسيقى 90 سنة احنا. Step out of the shadows. Be Bruce Wayne tonight. Oh, that's a much better fight. الراجل ده هو عارف أنا مين الحقيقي. مفيش حد يعرف غيره أساسا تقريبا. كده حفلة؟ Time to save the city. ده محتاج يعني عشان يخرج من الباب محتاج شيك. Thank you. ده سبب انا حق نص ايه بس. Too long. This city has burned with corruption and greed under Mayor Hill's authority. But I promise you, a vote for Harvey Dent is a vote to finally put your foot down. And together, we can stamp out the fire and save our great city. برافو برافو برافو. استأفلك اهو. My campaign's largest backer. Side Wayne. That applause, he would. Well, there he is. Fashionable and fashionably late as always. تسلم حبيبي تسلم تسلم. أشتبك يعني وقت اللعبة. Say hi, Bruce. Hi, Bruce. Welcome to Wayne Manor, everyone. My apologies for the late arrival. Oh, not to worry, Mr. Wayne. We've all made ourselves very comfortable. Thank you. Thank you again, everyone, for your unwavering support. Together, we will change Gotham. Mr. Wayne, thank you for opening your house to us. Now, I know this is the biggest mansion in Gotham, but I don't think you got lost on your way here. Where were you?
I know you prefer the brooding billionaire angle. So the sooner we make nice with the donors, the sooner everyone will leave you alone. Just wanted to make an entrance. Congratulations, you almost missed it. مش مهم. You are a pillar of this city and my campaign. هشوفه في الإعادة. I need you here, tuxedoed and shaking hands. No one came here tonight to see me. They want to see the Bruce Wayne, am I right? Sorry. You can see him just fine from here. It shouldn't be painful. It's not a kidney stone. It's only a little FaceTime with potential donors. Your face, specifically, with a mouth that's saying, support Harvey Dent. With the grease, they're the wheels. And they're rolling in enough cash and votes to help make Gotham a place for families again. I'll do anything for Gotham. It's my home. It's our home. This will help you too. I'll see you up in your world. Once I've turned this city around as mayor, I'll show you what David Charmier. Now all I need is a decent slogan. So then I have those. It always makes me sound like a used car salesman. All right. How about a new face for Gotham? You, it's not half bad. الحمد لله عجبك يعني. I'm gonna use that. اشتري بقى تفعلي كام. Bruce, I meant what I said. Together, you and me, we change Gotham. A city free from crime, where children can play in the streets again. That's what I want too, Harvey, but you know how rough it is out there. We have to shake things up to make that happen. Well, we can start with a few hands, Come on. شكل حد مهم اللي جاي ده حلو بالقصر ده قصر غيرني انت عايز في قدر وحدك يخرب بيتك صار وضعك قد ايه بالظبط قول لي كده ما نخبش على بعض يعني فوت بروس وين اغنى واحد في المدينه على اساس وشفتهم في حياتي قبل كده بس عادي طبيل رجينا هي مدير شركات واين وين هو ذاك I'll admit it Mr. Wayne I don't know Mr. Dent from a pothole on Main Street but I trust your family انا يا راجل ثقتك في محله You believe in Dent we believe in you جدا جدا After all negative 100% is a reflection on you And we trust someone like you to lead this city to الواد خرج من الموضوع اساسا Well, I'm flattered truly but this night is about getting Harvey Dent elected so he can fix those potholes I think I speak for half the room when I say politicians are puppets Oh come on now Bob ودرخ قلنا هو ومراته مش مستريح له old families like ours should flock together you know like birds شيخ you're preaching dear no it's true طب اللي حق طب reminders of the golden age of Gotham this city's luster faded years ago Mr. Dent look at Gotham now بدأ بالجرائم. In the streets, corruption in City Hall, that Cape Bat freak dealing with vigilante. طب ما تغلطش يا من هدي بوكس انت بوكس وهي هيفرق من الدنيا جيم اوفر بالنسبة لك في الحياة. There's always hope. Forgive me for being blunt, but one man can't save this city. حصل. And it's a dangerous mentality. ده بيخافوا من غيري اساسا. That's how you get creeps like this Batman. Harvey Dent is our best shot. طبيل ليفل anyone for 15 minutes and that grin will win him over. جهاز كشف على طبيل هيتفجر يا ناس. Hasn't been 15 minutes yet, Bob. You've still got time. يا عم سيبه في 60 دقيقة مش طايقه. Don't worry though.
I am not doing this alone. ده غير يفشلنا. We're replacing the dangerously unsecure Arkham Asylum with a state-of-the-art mental health facility to help Gotham's most at-risk individuals. أيوه. إيه تاني يعني؟ We'll be dedicated to Thomas and Martha Wayne in the hopes that their fate أبوي وأمي الحمد لله will never be repeated. افتقدتهم. طيب أنا أبوي وأمي. To be killed in a botched robbery in some alleyway. It was terrible, truly terrible. A tragedy like that at such a young age must have been crippling. If only that deranged man had gotten the right treatment, maybe... Well, I don't like to think about maybes. And I'm sure you don't either. Well, thank you. I wish my parents could be here speaking with you too. And thank you, Bruce, for investing in the health of this city's future. الواد ده شكله غني قوي. You have our support, Mr. Dent. Go get him. We're on our way. انا بحلق على فراخ. روح هو في شوم ايه بس. I doubted you, but that went better than expected. ليه يعني حد في ايه؟ It is a night of ringing and قاعد اطول لك بقالي ساعتين. Dent, Gotham's next mayor, and eager to know you. افتقدتهاش مع البارون ماشي مش عارف ليه بس وقفت. Vicky Vale, not interested, and reporter for the Gotham Gazette. ما رسيل. This is a private fundraiser, Miss Vale. هتعمل لقاء. Well, you don't mind if I stay and ask a few questions, do you, Mr. Wayne? لا ما Well, you can ask me whatever you want at the press conference tomorrow. Actually, I'm here for Mr. Wayne. Well, he certainly doesn't have any time either. تعال اختفوا بس نكمل تطبيل بقى. Actually, I do mind. If you're not on the list, you're not here. Sorry. وبرا بدل ما تروح. We'll talk tomorrow then. وحاسب على المشروب ده قبل ما تروح يا ريس. Got something on your collar. ليه؟ Is that blood? هاي اسود. كاتوومن اه. لا ده. ده اه. Looks like. Oh, this? No, it's nothing. It's just cut myself. مقنع دم برضه. What? Your butler didn't help you this time? Hey, kidding, kidding. The what? Do excuse me, Master Bruce, but... Oh, okay. We got to see her. Another guest has arrived. I'm sure they'll find the bar. You may want to greet this one personally, sir. Grandma Horos, oh, Winda, but... Carmine Falcone? Winda? Is the Dent campaign soliciting votes from Gotham's biggest crime family? Falcone's never been convicted of anything except being a businessman who loves this city. أنا شكله أنا مش مطمن له. ده شكله وش جرام أساسا. وشه ذات نفسه بيقول أنا مجرم. الرجل عامل شريف خاصة. And what kind of business do you think he's in? The one that controls enough votes to get me into City Hall. زهقت من المحادثة دي والنعم. هي طولت أوي كده ليه؟ This is the necessary evil politics, Bruce. It's in the service of a better Gotham for all of us. But at least hear him out before you kick him out. I don't want him in my home. Actually, you don't want him angry. Trust me. هيعمل ضربات يعني. Word of warning, Bruce. Nice. يا عم التحذيرات دي كلها. You know, I've been in the market for a new house.
Decent walk up, sky high ceilings, plenty of room for my cars. أبي أقول لك كل حاجة يعني؟ I think I'll take it. دهبل. Though the decor offends my eyes. Man, all flash, no class. ده بيتي يا اسطى. My family built this house. It's not for sale. Everything's for sale, Mr. Wayne. No, baby. And everyone. امشي بينا عشان ما عندك ودي خيبك في الله. انا مش وربنا بطيئه. ده بيفكر يعني بيفكرني شخصية في زوج ديد. في الجزء سيزون 1 اللي هو ابو البت اللي اسمها ايه؟ رفض. قابلناهم في ثواني. او اللي قابلناهم في المتجر اللي كان جاله ازمه قلبيه ده رحت جبت له الدواء واتفضحنا واول ما جيت اهرب من الصيدليه اداني بوكس وقعنا هو ده وعجوز برضه شبه بعض الاثنين اخوات تقريبا نفس الشركه اللي عملتها هي اللي عملتها خرجني من هنا الحمد لله سيب بوينت حرب الحمد لله كفايه كده انا تعبت قبل المحادثه دي حاجه لايك وسبسكرايب تمام يعني بتهيألي الفيديو حلو شوفوه او لا مش بيتحسن اكتر في المونتاج ساعات يعني الصوت ده بتحسن بيتحسن معرفش بيبقى فيه ايه في التسجيل والفيديو بيبقى حلو برضه كفايه كده You should know, Mr. Falcone, my analysts say we're raising triple with Mayor Hill. اخرس. Hey, what's private audience? بس. Come on, guys. طب. يسطا وقف طيب. You'll be fine. طيب كفاية كده ونشوف هندخل الواد ده ولا هنعمل في المرة الجاية. يلا. سلام.